حمد من السعودية، تفضلوا أخ حمد. بسم الله الرحمن الرحيم، نعم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، وتحية للشيخ الفاضل السيد كمال حيدري الذي نشكره على سعة صدره وعلى تشديده على أن يكون الطرح طرحا علميا. نعم. أريد تنبيهكم سماحة الشيخ بأن الاتصالات التي جاءت بادعاء أنها من مشايخ في المملكة العربية السعودية إنما هي عملية هدم للمصداقية التي بدأتموها، فإني أهيب سماحتكم وكذلك القناة قناة الكوثر الفضائية وعلى رأسهم الدكتور مقدم البرنامج الفاضل إلى التنبه والتحقق من شخصيات المتصلين، لا سيما إذا حملوا ادعاء المشيخة وأصحاب الفضيلة لا أقل، حتى يجنب سماحة السيد من محاولات التهريج التي يريد البعض توجيه الاتهام لكم بأنكم طرف فيها للانتصار بها للمذهب الشيعي، بالرغم من أن سماحة الشيخ أسلوبه أقدر وأرفع من هذه الادعاءات المفبركة المكشوفة، خاصة بأن السقطات اللغوية التي وقع بها المتصل لا تدل على لسان أبسط طالب علم في المملكة العربية السعودية. طيب. فأقول للمتصلين هؤلاء اتقوا الله في أنفسكم، وإن حبل الكذب قصير، وأنكم بفعلكم هذا تشوهون هذا البرنامج العلمي لا تدعمونه. طيب طيب حياكم الله، شكرا لكم. جزاكم طيب. الله حياكم خير. الله فقط بالنسبة للأخ حمد يقول لا، احنا كما واضح انا اتصور نعم. المشاهد الكريم نحن لا علاقة لنا ولا نتحمل مسؤولية من يتصل المتداخلين والمتصلين، وهم احرار في ان يعرفوا انفسهم كما يشاءون، نحن لا نؤيد احدا فيما يطرح ولا نرفض احدا فيما، نحن لا ننظر الى من قال ولا ننظر الى ما قال مولانا الشخص المتكلم، لا علاقة لنا به. لذا انا اتصور بانه هذه الكلمات التي تنقل وهناك هذه بعيدة عن المنهج البرنامج المنهج العلمي الذي وجد عليه هذا البرنامج. احسنتم نعم.